ما معنى أن تكون نازحاً في مدارس الأونروا؟ شيرين شابة تبلغ من العمر 37 عاماً من ذوات الإعاقة البصرية وناشطة في مجال الإعاقة، تعمل مع مجموعة من الناشطين على تشبيك الغزيين ذوي الإعاقة مع جمعيات ومنظمات خارجية تعنى بحقوق ذوي الإعاقة. أحداث هذا الفيديو روتها لنا شيرين عن قصة جارتها، وهي امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً ولديها إعاقة بصرية أيضاً. وبعد موافقة جارتها على نشر تجربتها، نعرض القصة التي تسلط الضوء على معاناتها ومعاناة الآلاف من سكان قطاع غزة الذين نزحوا إلى مدارس الأونروا هرباً من القصف الإسرائيلي. ملاحظة: استهدف الطيران الإسرائيلي في صباح الثاني من نوفمبر إحدى مدارس الوكالة في مخيم الشاطئ في مدينة غزة قبيل نشر هذا الفيديو. الكل بحكي عن النازحين بمدارس الأونروا، بس حداش فكر إيش يعني أكون نازحة بمدرسة وكالة الأونروا. مدرسة الأونروا مش أمان، مش انفصال عن الواقع اللي بيعيشوه كل سكان غزة. أكون نازحة بمدرسة الأونروا يعني البلاط هو فرشتك، حرامك هو القميص اللي لابسه، ومخدتك هي كيس تياب اللي هربت فيه من البيت. يعني فيش مي لا للغسيل ولا للشرب، حتى لو مت من العطش. وممكن تموت من العطش؟ ممكن. يعني فيش خبز ولا أكل، في كم علبة جبنة طالعة ريحتهم، في إنه الحمام يصير رفاهية مش وقتها، يعني وجع معدة، معدة فاضية وقلق. في إنك بكل دقيقة بتطلع على السما 30 مرة وانت بتتخيل انه المجزرة الجديدة رح تكون عندك، والخبر العاجل رح يكون انت وعائلتك. انت معزول بدون اي تواصل مع العالم، ممكن تستشهد وحداش من عائلتك يعرف عنك. واذا كنت من ذوي الاعاقة البصرية مثلي، بتسمع القصف وانت مش قادر تشوفه بس بتتخيل انه بيستهدفك. واذا كنت من ذوي الاعاقة السمعية او العقلية، بتشوف القصف بس بتعجز انك تعبر عن خوفك. النزوح بمدرسة الأونروا يعني توتر وجوع عرق وهم وعتم وخوف. خوف، إياكم تمروا على جملة نازح في مدرسة مرور عادي وكأنه وضع عادي. نازح في مدرسة أبدا أبدا مش عادي، ولا عمره رح يكون عادي.